وتستمر العناية التي توليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن للأقاليم المتضررة من الزلزال تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من إقليم الحوز وبالضبط بجماعة أمزميز 4 وحدات طبية متنقلة في خدمة الساكنة لتقديم العلاجات الطبية الأساسية. جبت الراجل المريض ليا ايوا وما عنده العقل وجبته ندوز ليه الله يخلف عليكم وفتح المرارة و15 يوم وهو في الإنعاش يلا خرج وكرت من ديك الكبدة وشحال داز عليه. كما تم اعتماد تقنية الكشف عن بعد لبعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل الأخصائيين كجزء من جهود دعم أطباء الطب العام. ووفقا لمسؤولي مؤسسة محمد الخامس للتضامن هذه الخدمة ليست مرتبطة بحملة محددة بل تمثل جزءا من جهود دائمة ستستمر على المدى المتوسط لصالح سكان الإقليم. درتني عينية ومشيت لحنا وتعمرت عليها ملي جات هاد اللجنة صيفطوا لنا الله يجزيهم بخير والله ينصر سيدنا. وكجزء من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة استفاد ساكنة إقليم الحوز من عمليات جراحية للمصابين بالمياه البيضاء أو الجلالة بعد تشخيص الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا. هذه العمليات انطلقت منذ 22 إلى 24 من الشهر الجاري واستفاد منها حوالي 150 شخصا في مرحلة أولى على أن تنطلق مرحلة ثانية في إقليم شيشاوة من 28 إلى 30 من الشهر الحالي. دوروا لنا الله يعمرها دار ما كانش مزاح درنا المعيد جينا درنا التحليلات عاوتاني من كنا النهار وجينا دابا فتحنا الحمد لله بخير وعلى خير. في هذه الوحدات يتم فحص المرضى ومن طرف الطبيب العام وإذا استدعى الأمر تشخيص غير مكتمل يتم إحالتهم على الأطباء الأخصائيين متواجدين بالدار البيضاء وذلك عن طريق التشخيص عن بعد. فمن ثم يكون هذا العمل هذا متكامل ويندرج ضمن الخدمة أو تقديم الخدمات أو تقريبها إلى المواطنين في المناطق النائية وخاصة المناطق الجبلية. ويشارك في هذه العملية فريق مكون من 34 شخصا من أطر المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات إضافة إلى أطباء جراحين وأطر شبه طبية من الجمعية المغربية للتضامن الطبي.